على وقع هذه الزغاريد، ووسط فرحة الأهل والأقارب يكمل الشاب خالد ارتداء ملابس عرسه استعدادا لعقد قرانه الذي لطالما حلم به، ومعه 52 شابا وشابة ضمن مشروع الزواج الجماعي لأبناء منطقة القارة بمديرية غيربة وزير على بعد 50 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من المكلا. إن هذا المشروع جاء لمساعدة الشباب هؤلاء وإتاحة الفرصة لهم ليكملوا شطر دينهم، وهم اليوم العرسان أمامكم يتتوجون بالفرح ويتتوجون أمامكم بهذه الفسحة العظيمة المباركة. هذه الأعراس الجماعية والتي تقام للعام الثاني على نفقة أهالي المنطقة تعكس مدى رغبتهم في مساعدة أبنائهم على تحصين أنفسهم وتشجيعهم للإقبال على الزواج وتكوين أسرهم من خلال التكفل بدفع تكاليفه. في هذه الليلة التي تحتفل فيها منطقة القارة ب 52 عريسا وعروسا، وهذا الاحتفال الرسمي السنوي إن شاء الله سيكون الثاني. وبرزت ظاهرة الأعراس الجماعية في حضرموت بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية كإحدى الطرق لمجابهة تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي انعكست سلبا وقدرة الشباب على إكمال نصف دينهم، فيما يرى أخصائي علم الاجتماع أن هذه الظاهرة يمكن أن تساعد في القضاء على العنوسة وتأخر الشباب في الزواج. طبعا ظاهرة الزواج الجماعي ظاهرة إيجابية جدا في هذا المجتمع، ظهرت في الفترات الأخيرة، هدفها القضاء على تأخر سن الزواج بالنسبة للشباب سواء إناث أو ذكور. لها مجموعة من الأهداف، منها إذابة الفوارق الطبقية أو الاجتماعية داخل المجتمع. تجد في هذا المجتمع أنه الكل أصبح في مكانة واحدة. وتترك هذه الأعراس الجماعية وما تمثله من تكاتف مجتمعي أثرا حميدا يعزز من متانة العلاقات الاجتماعية وتماسكها بين أبناء المجتمع الواحد. بمثل هذه المبادرات المجتمعية تترسخ فكرة تكوين الأسرة لدى الشباب بتذليل الكثير من الصعوبات أمامهم، فألف مبارك للعرسان والعقبى لمن لم يتزوج بعد. محمد اليزيدي لقناة بلقيس، مديرية غيلبة وزير.